بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد، والنهاردة بنقدم موقع جديد لعمل الأونلاين كونفرنسينج. الموقع زي ما حضراتكم شايفين كده اسمه freeconferencecall.com freeconferencecall.com. طبعا زي ما متعودين ممكن نخش على جوجل طبعا نكتب free conference على طول، حتى من غير كل ولا كده هيقدر يطلع لنا الموقع على طول. وانا حبيت يعني يمكن استكشف مع حضراتكم موقع كده واحده واحده سواء. انا لسه ما عملتش اكاونت، فحتى هنعمل مع بعض الاكاونت ستيب باي ستيب. طيب تعالوا نشوف كده. ده الموقع زي ما انتم شايفين كده خلاص. وطبعا بيقول لي اعمل ايميل، تقدر حضرتك تخش بالفيسبوك بتاعك لو انت عايز. انا بفضل ادخل بايميل معين اللي هو تقريبا عليه اللي هو الايميل بتاع الجامعة. اقول له create free account. طبعا هنا بيقول لي احفظ الايميل والباسورد. هنا ده الاكونت داشبورد بتاعي اهو، بيقول لي هنا الدايل اب نمبر. طبعا هنا بيقول لي your account is now active, the information has also been emailed to you. بعت للميل بتاعي. الدايل ان نمبر لانه هنا بيستخدم طريقه مختلفه شويه في الكونفرنسنج، بيدي حضرتك نمبر كويس وكانك يعني in United States. international dial number طبعا لو انت حضرتك عاوز تشوف الليست يقول لحضرتك اهو الكانتري فورمات. ده الانترناشونال فورمات وده الان كانتري فورمات. اوكي تمام، لان انا طبعا ما لقيتش ايجيبت. طيب هو هنا طبعا ده النمبر اللي هيبقى بتاع حضرتك. هنا لازم يكون الشخص اللي انت هتديله الكلام ده لازم يكون معاه الاكسس كود، ولازم يكون معاه الهوست بين. تمام، لازم يكون معاه الاكسس كود 1 2 3 4 5 6 6 ارقام، ولازم يكون معاه الهوست الام بتاعك اللي هو 4 ارقام. طيب بعد انا ما دخلت هنا وزي ما حضرتك شفتوا بقى هنا، طبعا تقدر هنا تو تشينج الفوتو، تحط الفوتو بتاعتك. هو هنا بقى بيقول لي كويك اكشن، عاوز تو هوست ميتنج ولا تو جوين ولا تو انفايت ولا تشوف الهيستوري والريكوردنج. فانا هقول له مثلا هوست ميتنج، فقال لي هنا الهوست انفورميشن اوكي دوت، وهو هنا الدايل نمبر. حضرتك بقى ايه هتبعت للشخص اللي انت عايز تخليه يجوين الميتنج، هتبعت له الدايل ان نمبر دوت، وزي ما انا قلت الاكسس والبين ايه البين كود اللي انا طلعته انا وحضراتكم من شويه او اللي كان موجود في الشاشه اللي فاتت، والاونلاين ميتنج اي دي اسمه كذا. واخد بال حضرتك يقدر ان هو ادوس بقى هنا كده على طول، فهيقول لي داونلود ذا انستولر طبعا عشان انزل البرنامج اهو هينزل. بعد ما هاوبن بيقول ران، لازم حضرتك تسطب البرنامج تعمل له انستوليشن، فاحنا منتظرين البرنامج ينزل اهو، هندوس عليه كده. فهيبتدي ان هو to be executed. يقول لي هنا join a meeting او start a record. ده طبعا كلاينت زي الكلاينت اللي نزل واخد بال حضرتك في الزوم، لو تحبوا ترجعوا طبعا للفيديوز بتاعت الزوم. طبعا هنا if you are already dialed in press كذا to synchronize with phone. هو هنا طبعا بيقول لي او computer، ده لو انت هتتصل من موبايل. بقول له computer audio خلاص. بيقول لي system اهو recording device ماشي، يوز نويز ريدكشن عشان اللي حواليك الدوشه اللي حواليك. هنا اوتوماتيكلي ادجست ليفل سيم اس سيستم. ويلكم تو ذا كونفرنسينج سيرفيس. وهنا هو انا بعمل تيست للسبيكر وبقول له كونتينو. فدلوقتي انا ويلكم ذس سيرفيس از بروفايدد باي فري كونفرنس كول دوت كوم. يو ار ذا اونلي بارتيسيبنت ان ذا كونفرنس. يس اي ام ذا اونلي. طبعا هو بيشغل بقى باك جراوند يعني
information لغاية لما بفضل حرك حد يخرج نداء يعني waiting call. وطبعا ده الميوت زي ما احنا متعودين نقدر نقفله او نفتحه هنا برضو ده الفيديو واخبال حضرتك نقدر نقفل كده اوكي. طبعا ده شير اقدر ان انا تسلكت الايتمز بقى تشير هو مطلع لي هنا ايه هي الايتمز اللي انا اقدر تشير اللي هي الحاجات اللي مفتوحة عندي في الباك جراوند بتاع الكمبيوتر. طبعا اقدر اعمل هولد هو شبه التليفون شوية كويس. اقدر اعمل لوك للميتنج محدش يدخل تاني. طبعا ده questions and answers related to البرنامج نفسه. طبعا لما هخلص هدوس leave كويس. ده لو انا كنت هعمل host. لو انا هجوين فانا هقول له واخبال حضرتك join. فطبعا هيسألني الاسم ايه هو الايميل address والonline meeting id ده طبعا بتاعي انا واخبال حضرتك. طيب سيبك ده عشان البرنامج انا لسه ما دخلتش طبعا يوزر نيم والباسورد لكن ممكن نرجع لورا هنا خطوة يبقى الموضوع اوضح. تمام هو هنا بيقول لي ان هو انا I would like to join a meeting فهدوس join meeting فيقول لي الonline meeting id ايه اوكي. فالonline meeting id زي ما انت شايف هنا مثلا ام سامي فهقول له عاوز to join عاوز to join واقول له submit. طبعا هنا بيقول لي launching الابليكيشن انا اقول له remember and open the link. تمام المفروض ان هو بقى البرنامج هينقلني طبعا الكونفرنس. انا هنا بحاول اعمل وكأن كول مع نفسي طبعا يعني ممكن البرنامج ما يوافقش على حاجه زي كده ولكن يعني هو طلع هو بيقول لي dial into the meeting كويس الاكسس كود كذا البين كود كذا او ان انا هستخدم الكمبيوتر ده هنا لو من موبايل تقدر حضرتك انك تتصل بالرقم ده على طول فيطلع لك او ان انا Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. You are the only زي ما انتم شايفين طبعا انا قفلت بس الاوديو تاني واخد بالك والميتنج هيبقى موجود مفيش اي مشكله. طبعا الميتنج اي دي تقدر حضرتك ان انت تغيره زي ما انت عايز ولازم زي ما اتفقنا طبعا انا دخلت على طول بما ان هو داخل من الاكونت بتاعي ما طلبش مني الكلام ده بس لازم يكون في الاكسس كود والبين كود معروف للشخص اللي داخل عشان هيسال عليهم وهو بيعمل له كونكت. طبعا هنا لو انت عاوز تو انفايت حد فبنقول زي الثاني زي بالظبط الزوم هقول كليب كوبي تو كليب بورد فطبعا هيروح له زي ما انتم شايفين الدايل النمبر الاكسس الانترناشونال دايل نمبر الاونلاين كويس جوين ذا اونلاين ميتنج ده طبعا دي مهمه قوي اللي هو طبعا اللينك اللي هيضغط عليه على طول واخد بالك امي يوديه. طبعا هنا هو يمكن الموقع ده مميز ان حضرتك تقدر تستخدمه كانه تليفون يعني يقدر ان هو يدايل ان النمبر من يو اس فيطلع له على طول او يخش على الميتنج او ان انت حضرتك هتدي له الكونفرنسنج لينك دوت فهو طبعا على طول لو انا ضغطت عليه كده هيروح شغال موديني على الكونفرنس اللي احنا اتكلمنا عليه. وده زي ما بنقول احنا بس بنحاول نعرض بدائل مختلفه لمواقع مختلفه او ابلكيشنز مختلفه تساعدنا جاست ان كيس ان زوم حصل فيه حاجه او طبعا لان الضغط دلوقتي بقى رهيب على برنامج زوم لان تقريبا معظم العالم دلوقتي بيستخدمه حتى بعض الحكومات نفسها بتستخدمه فطبعا ده برضو محتاج مننا ان احنا نبقى يعني عندنا بدائل نقدر نتحرك فيها بسهوله في اي وقت. ده كان استعراض بسيط لموقع او ابلكيشن فري conferencecall.com. اتمنى تكونوا حضراتكم يعني استفدتم ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.